مساء الخير يا مصر، مساء الخير اخواتنا واصحابنا واهالينا في كل مكان، فقير كان او غني، طويل او قصير، تخين او رفيع، يقول له مش هسيبك انا هدمرك، ويقول له انت مش عارف انا مين، ده انا مش هخليك تعدي من الشارع ده، انا ما بسيبش حقي، انا وراك لغايه ما ادمر مستقبلك، انت ما تعرفش انا ابن مين. عنف ازلي اصبح ظاهره غير عاديه بيعاني منه كل المصريين، مش عايز اقول معظم الدول، بس مصر الطيبة الطاهرة ما كانش فيها الكلام ده ولا كانت تعرف العنف، عشان دي بلد الأزهر، بلد الناس الطيبة، بلد اللي تعدي عليه تقول له سلام عليكم يقول لك اقعد خد وجبك الأول، يقول لك ايه خد وجبك الأول وبعد كده اسألني. دلوقتي الكلام اتغير، تسأله يقول لك معرفش، تقول له سلام عليكم يقول له سلام، سلامك زي وشك. ايه ده؟ ظاهرة عنف ما بين الشباب، ما بين الأطفال، ما بين الأسرة الواحدة، حاجة تؤلم وتزعل. عشان كده النهاردة جبت لكم معايا هدية الحلقة الأستاذة الأخصائية مروة فاروق، الأخصائية النفسية والإرشاد الأسري، لأن الواضح إن إحنا محتاجين نتربى شوية، محتاجين نفهم يعني إيه تعاملات أطفال، وهنا بركز مع الأطفال والنشأ اللي طالع شوية. ليه؟ عشان الأجيال اللي طالعة يبقى فيها شوية رحمة. نورتينا يا فندم. أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله، أهلا بيك. يا رب يبارك في حضرتك. هنتكلم النهاردة وعاوزين نفهم من ضيفتنا يعني ايه نواجه العنف، نواجه الحالة التي استشرت وانتشرت وبقت غول في كل الشوارع، بتبقى ماشية قلقان، خايف حد يعاكس بنتك، خايف حد يخبط لك عربيتك، خايف حد يطلع عليك بشومة، مش ممكن، مش أخلاق المصريين دي، ولا حضرتك ما تتفقيش معايا في كده؟ هي طبعا أتفق معك جدا في كده، بس خلينا في الأول نقول إن العنف ظاهرة، يعني ظاهرة اجتماعية قبل إنها تختفي، يعني إحنا طول ما إحنا بنقول إنها ظاهرة وبيحصل وبيحصل وبيحصل، ده مش حاجة ثابتة في المصريين زي ما أنت قلت. كان في ظاهرة أمان وظاهرة، دي ظواهر اجتماعية ليها بعد اجتماعي، وقت سياسي، تفكير دلوقتي، عوامل خارجية كلها هي اللي بتأثر على سلوك المصريين دلوقتي، أو سلوكنا في الشارع، سلوكنا في المدارس، سلوك الأطفال، الحاجات دي كلها عوامل خارجية، وفي أمل إنها تختفي أو تقل. حلو قوي الكلام، في أمل وظاهرة. طب هو الإنسان أو الأطفال بتوعنا، ولادنا، ممكن زي ما ناس بتقول كده يعني علمهم على قدهم، يعني ينفع نقول إن الأطفال ده، الطفل ده عنيف بطبعه؟ ينفع؟ لا طبعا الطفل مش عنيف بطبعه، الحاجات دي ليها أسباب طبعا. لازم أي حد يظهر عنده طفل عنيف يشوف سبب عنفه إيه، بيتعرض لإيه، بيتعرض لضغوط جوه بيته، بيتعرض لضغوط جوه المدرسة. البني آدم، مفيش بني آدم عنيف بطبعه، إحنا بطبيعتنا، طبيعة الإنسان أصلا بفطرته بيميل للسواء وبيميل للتصرفات الصح. أنا دايما بقول في الحتة دي بالذات إن الإنسان اللي بيعمل شغله وبيعمل اللي عليه حتى لو كانت شغلته بسيطة جدا بيعملها، بيروح لا شعوريا بيحس ان هو مبسوط وسعيد وراضي حتى لو كان تعبان.
يعني نتفق ان ما في الاطفال او المواليد او ما فيش حد عنيف بطبعه. لا طبعا احنا بالفطره كلنا ما عندناش حته العنف دي خالص. طب دلوقتي ظهرت يقول لك حضرتك مثلا علاج نفسي وتأثير نفسي وظهر تنمية بشرية ويعالجوا. طب انا كانت زمان ستي وام الله يديها الصحة وامهاتنا اللي خلفوا عباقرة، الكلام ده ما درسوش هم نفسية ولا علم نفسي؟ انا عايز افهم طلعوا العباقرة دول ازاي. بص احنا بنظلم ولادنا بالمقارنة، بنظلم ولادنا بالمقارنة بين زمان ودلوقتي. اولا الام زمان ما كانش عندها المؤثرات الخارجيه اللي بتحصل دلوقتي بره البيت وجوه البيت والسوشيال ميديا والحاجات اللي قربت المسافات. السوشيال ميديا لا ما قربتش المسافات، بس دائره علاقتنا زادت. بقيت انت بتواجه حاجات داخل عليك، ثقافات من بره، حاجات جديده. زمان كانت علاقتنا قليله، انا بروح عند جدتي، عند اختي، عند ما عنديش علاقات كتيره، ما عنديش ثقافه داخليه وخارجيه داخله عليا. العنف بقى جاي، يعني جاي من البيئه الخارجيه. ما عندناش قدوات، بان احنا بناخد القدوه، شكل القدوه اللي داخل البيت عنيف. الدكتوره بتقول ان الوضع بتاع السوشيال ميديا والترابط الشكلي الظاهر على السوشيال ميديا ده افسد العلاقات الاسريه. انا فهمت كده من كلامها. طب يا فندم انت حضرتك كده بتتكلمي في اتجاه الناس مش فاهمه ان الاتجاه ده عكسي. لا طبعا كل ما بنتعرض لضغوط، الام زمان كان عندها رعايه، بترعاهم باكل بشرب، الدايره قليله جدا. دلوقتي عايزين رعايه واهتمام. احنا في الحته دي بالذات عندنا مشكله في ولادنا. عندنا بنراعي الولاد على انه بياكل ويشرب ويدفيه. يعني مش عايزه اقول ان احنا ممكن نرعى عصفوره اي حاجه في البيت، لكن الاهتمام مع الرعايه. اشوف ابني ايه اللي خلى سلوكه يتغير، اشوف علاقات ابني وصلت لفين، اشوف ابني علاقات ابني وصلت لفين. اهتمامي بيه ككل. طب في ناس انا اسف يعني طبيعتها، يعني انا واحد من الناس بالنسبه للظروف اللي انا شايفها، العنف الازلي اللي الناس بقت يعني واقفه لبعضهم مع السلالم وفي الشوارع والنواصي، ربنا يهدي الحال يا رب. يقول لك لا انا ابني ما بيخرجش بره البيت، انا مريح دماغي، هو في البيت معايا وانا كده مطمن عليه. طب هو ده اللي هينفع يطلع بيه النشء بتاعنا، يفضل في البيت ما بيكلمش حد ولا بيصاحب حد ولا بيتعامل مع حد؟ طبعا الكلام ده مش صح، وكده كده هيطلع وكده كده هيقابل، ما ينفعش نحبسه او الكلام ده. الاصح طبعا ان ابني يتعامل ويعامل، بس عيني عليه، ابقى شايفه هو بيعمل ايه، ابقى مطلعه ابني ده نفسيته للشارع ازاي، اقدر افهمه يقدر يواجه ازاي العنف، يقدر يحكي لي. احنا عندنا يقول لك ايه، اوعى تسيب حقك، ما ده اللي بيحصل. حقك. طبعا ده اللي بيحصل. شو ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل. وما بنستريحش لما الاطفال تاخد حقها. ما ده غلط. غلط. طبعا غلط. اسيب ابني يتضرب؟ ما سيبش ابني يتضرب، انا اعلمه حدوده في المعامله، حتى رد الفعل بتاعه عن المشكله. ما احنا كده بنعلمهم والدايره ما بتخلص. وبيبقى عنيف، او بيبقى يا اما عنيف يا اما متعرض للعنف، هيبقى مفيش حد تاني. انا عايز حضرتك، في ناس قاعده على المصطبه اهي، وفي ناس قاعده في الشارع بتشوفنا، الناس دول عاوزين حد يكلمهم كده، ايه يفتح لهم الباب كده العادي البسيط. عايز حضرتك توصلي لهم الكلام كده شيء من الـ من الـ من الـ البساطه. كل اللغات في حاجه اسمها لغه الرحمه، والتعامل بالرحمه، لغه الرحمه. احنا كانسان، اي انسان لازم يبقى عنده رحمه، معلم ولاده الرحمه. بقدم لابني الاهتمام، اقدم له الرعايه. انا بعلم الرحمه وغيري ما بيعلموش الرحمه. انا مسؤوله عن نفسي. انا مسؤوله عن نفسي، ابدا بنفسي، ابدا اصل المجتمع ده عباره عن ايه؟ المجتمع ده اسرتي واسرتك واسره المشاهدين، كلنا ده مجتمع.
المجتمع لو انا طلعت مسؤوله عن نفسي هوصل رساله للي جاي لي ان انا عندي الاخلاق دي. ليه بنقعد نقول ان دلوقتي بقينا في شارع واحد مش عارفين بعض، ده حقيقي. دلوقتي دلوقتي في عماره واحده مش عارفين بعض ده ممكن واحد تيجي له غيبوبة في شقته بالظبط ويموت بالظبط. ويكتشف موته بعد 3 4 ايام. احنا في الفتره دي عندنا حاجه اسمها غياب الانتماء، مش حاسين ان احنا عندنا انتماء ناحيه المكان اللي احنا ساكنين فيه، المكان اللي احنا عايشين فيه، المكان ده بتاعنا. يعني في ناس بعد ما بتركب وسيله المواصلات دي بتقطع، مش بتاعتها، حاسه انها مش بتاعتها. احنا في مرحله دلوقتي عايزين نحس ان ده عنف البلد برضه. ده عنف. طبعا العنف ده ليه مليون طريقه. حضرتك في اول الحوار قلتي ان دي ظاهره وممكن تختفي. طبعا طب انا مستني اتصالات المشاهدين معانا وتواصلهم معانا، بس عايز اسمع من حضرتك الجزئيه دي، هل فعلا ممكن يجي وقت وتختفي ظواهر العنف الرهيبه دي؟ طبعا. انا مسؤول في مكاني، انت مسؤول في مكانك. كل القوانين الاجتماعيه لينا احنا اللي بنحطها. انا طول ما انا ماشيه بوصل رساله معانا صور لحد. الناس اتفضلي حضرتك اتفضلي، في صور معانا للعنف الأزلي اللي احنا بنشوفه في المدارس اتفضلي يا دكتور، مع حضرتك اتفضلي. هو انتشار الصور السلبية طول الوقت اعتدنا على ان احنا نشوفها، دي بتربي جوانا عنف. طول الوقت احنا عندنا قدوتنا، والقدوة اللي واصلة للسن اللي هو مفروض يبقى سن الشباب والنمو والتعليم، كل واصل له العنف بالطريقة دي، والشخصية دي هي اللي واخدة حقها، والشخصية دي هي الشخصية المتشافة. احنا محتاجين الشباب يشوفوا نفسهم بطريقة القدوة الصالحة، بطريقة القدوة اللي عندها رحمة. احنا بنقعد نعظم، معانا احنا بنعمله ايه؟ احنا اتفضلي. بنعمل الشخصية دي كيان، وحتى واحنا بننقدها بنخدمها، بنساعد في انتشارها، بنساعد انتشار الكاركتر اللي هو بتاع اللي بياخد حقه بنفسه، اللي هو بياخد حقه بنفسه. كله ماشي على كده دلوقتي. مش خد كله. حقك بايدك. لا مش كله. انت ازاي ما تاخدش حقك؟ بس انت ازاي مسؤول. تسكت له؟ لا لا مش كله. ما دي الحقيقه يا فندم، عشان بس نبقى يعني انا بكلم الناس وعارف الجزئيات دي. في حاجات هي الظاهر واللي على السطح ما تسيبش حقك. هو فعلا معانا بيحصل. الاستاذ رضا، الشاعر رضا اسماعيل. الو، الشاعر رضا اسماعيل معاك. اهلا ازيك يا يا فندم، باشا؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا بيه، اتفضل يا عامل فندم، ايه؟ اتفضل يا فندم، الله يخليك. نورت الدنيا، اتفضل. احنا عايزين نتكلم على الشباب اللي هي مربيه شعره وعامله كحكه كده، مربيه شعره كده وعامله كحكه، وبيمشوا الكلام الهلس، يعفوا البنات اللي في الشوارع، ما دي برضو تعتبر بتهيألي ظاهرة عنف ولا؟ ويشربوا برشام ويشربوا بانجو. احنا عايزين نتكلم عن الناس دي حاضر عينيا. بس انت والشباب اللي حضرتك هي شايف الناس دي اللي ان ماشيه ظاهرة في العنف مطارهم ممكن تختفي فعلا؟ ها؟ يعني تتفق مع الأستاذة مروة في جزئية ان العنف ممكن ينتهي؟ والله يا استاذ، الحاجات اللي ماشيه في مصر اليومين دول مش عاجبه حد خالص، ولا محدش يمكن عاجبه حاجة. ولا الدين قال كده خالص. صحيح صحيح صحيح. الدين ما قالش انك تمشي ورا واحده تعكسها، تاخد واحده تدخل تصيبها تضحك عليها، صحيح حرام. صحيح صحيح صحيح. ده برضو من ظاهرة التحرش والعنف والتعرض للبنات ما كانش شبابنا ما كانوش كده. بص، هو احنا بس في موضوع الشكل ده، الشكل ده ما يعدش عنف حضرتك؟ الشكل ده مش عنف. هو حر في شكله. انت حر ما دام لا تضر، يعني انت في حر المثل ده ما لم تضر. ما لم تضر. فانا شكلي مش هو سلوكي، لا انا اصل في محكومش واحد، على بص حد. حضرتك يعني انا طبعا يعني اتفق معاكي، بس اختلف في جزئيه. ممكن يروح ضارب لي شعره كده، يروح عامل لي مش عارف حاجه في شعره ان هو بقى واد، ويروح كاتب لي مثلا رقم ولا اسم عشان ايه، ان هو بقى يعني ايه الناس تخاف منه، يعني مش ده عنف برضه؟ لا، انا العنف بختلف معاك في الحته دي خالص. الشكل ماشي، مش السلوكي. انا سلوكي طالع من احنا بنحكم على بعض. احنا عندنا مشكله في الشباب، احنا دايما محسسينهم ان انتوا مش هتتشافوا الا بشكل مختلف. معانا مشكلة
على الشباب ان هم لازم يتشافوا. معانا اتصال. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. علي صوتك شوية. علي صوتك. المشكلة دي كذبت اللي هو أي حد يحب يتخانق مع حد في الشارع يجيب له كلب ويجري وراه. أيوة دي حاجة جديدة برضو. يجيب له كلب. اه بيحافظوا على الكلاب أكتر ما بيحافظوا على الناس. اه طبعا يخوف به الناس. أنت جميل، متشكرين جدا، معلومة مهمة جدا دي على فكرة. إن هو الناس دلوقتي كل واحد ربي لي كلب خوف به الناس، وعامل نفسه ان هو بقى يعني ايه، هو ذكر يعني بقى بيخوف الشارع ومعاه كلب وحتى معهوش رخصه، وحتى هو البلد الحمد لله بتواجه ده طبعا بالقانون. بس انا عايز افهم من حضرتك، ده ما يعتبرش برضه عنف؟ ده عنف طبعا. واحنا لازم نعرف العنف ده جاي منين وجه ازاي ودخل على مجتمعنا ازاي. احنا دلوقتي عندنا مرحله الشباب من اول 13 سنه لحد حاجه و30 سنه، كل النماذج اللي قدامنا النماذج العنيفه بتطلع. طبعا الصوره دي اعلام اعلام اعلام، صوره الكلب دي اعلام المرئي اكتر حاجه. خلونا بقى يبتكروا في وسائل التخويف والتعذيب والتهديد. انا عايزه اقول لك يعني ان التقليد لازم، علشان اخفي ظاهره لازم ادخل ظاهره مقابله ليها تشد الانتباه بتاع الشباب. زي ايه حضرتك؟ القدوه. 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 هو في احسن من سيدنا النبي؟ سيدنا النبي قدوه. سيدنا النبي قدوه طبعا. وكمان عندنا اعترف له السابق واللاحق والحديث والغير مسلم. طيب يوصل لهم ازاي الشباب؟ عايزين حاجه واقعيه، يوصل لهم ازاي؟ سيره سيدنا محمد. تجديد. انا حسب يعني قراءاتي في امور الشريعه مثلا، ان سيدنا النبي كان لما هو شوف الدنيا كلها تسمع له، كان يمشي في الشوارع ياخد الاطفال كده ويسلم عليهم طفل طفل. متهيألي دي تمنع عنف. دي رحمه. مش تمنع عنف دي؟ تنفع طبعا. يقول لك اللي بيقولوا ان الاطفال كان بياخدهم يروح يشتري لهم الحاجه من السوق بايده، اللي يوقفه يفضل يسمع منه، لدرجه ان هو قاعد مع طفل على التراب وهو سيدنا النبي بكماله وجلاله. ما كده مش يمنع عنف ده يا فندم؟ طبعا ينفع يمنع. طب ده يعني دي رساله لمين حضرتك؟ نوجه رساله لمين؟ الناس الكبار، امهاتنا، شبابنا، نوجه لمين؟ احنا بنوجه للمجتمع كله، ان انت مسؤول في مكانك. الام مسؤوله في مكانها، الاب مسؤول في مكانه، حضرتك مسؤول، اي المدرس مسؤول، اي حد في مكانه مسؤول على انه يمنع حاجه، يمنع الظاهره دي انها تنتشر. يعني انا كأم مسؤوله تماما على اني امنع ابني من السلوك العنيف ده، امنعه ان انا اربيه اشبعه امان. ما احنا اسباب العنف ايه؟ اسباب طفل صغير زي ما انت بتقول، احنا مش بفطرتنا عنفة. طبعًا. انا بقول لك احنا فعلا مش بفطرتنا عنفة. معانا الاستاذه مها من الجيزه. الو الو. اتفضلي يا فندم. اهلا بيك، انا مبسوطه جدا بحوار النهارده. احنا سعداء بحضرتك. هو مهم جدا بصراحه، بس انا عايز اسال الاستاذه مروه دلوقتي، لو انا كأم اتعاملت بعنف مع ابني بعد ما رجعت من شغلي وتعرضت طبعا لعنف في الشارع، وانا بركن العربيه وانا واقفه في الاشاره. تمام، شكرين يا استاذه ما. شكرين. بص انا عايزه اقول لك، الواضح ان في تفاعل مع الحلقه اهو. عايزين اجابات بقى ايه نموذجيه. لا انا هقول لك اجابات حقيقيه. علشان دي كلها احنا بنتعرض لها. هي بتتكلم في جزئيه خطيره جدا، هي غصب عنها بتيجي من شغلها ومديرها في الشغل قارفها وطالع عينها وجايه في مواصلات قاعده ساعه في اشاره المرور، راحت البيت لسه، فيجي ابنها يطلب منها حاجه تروح ايه تتعامل معاه بعنف. مشكله دي بنعاني منها فعلا. بص احنا كده بنناقش الصحه النفسيه. ايوه. ازاي انا ما اتعرضش للعنف او اقابل التوتر والضغط اللي بيحصل لي ده وما اثرش على اللي حواليا بيه؟ ودي حاجه بقت اساسيه. يعني انا كده محتاج منك كبسوله. الكبسوله ان انا الصحه النفسيه ليا انا شخصيا كأم، لو اتعرضت، كلنا بنتعرض للضغوط،
بس ازاي استقبلها وما اخرجهاش على غيري. يعني بمعنى اكتر ان انا لو انا عندي صحة نفسية قادرة اقابل ضغوط حياتي، اقدر اقابل مشاكلي، اقدر اقابل نفسي وذاتي وتكويني، هاجي مش هقدر انفعل على ولادي. طب هي سؤال هنا، تنفعل ولا ما تنفعلش؟ هو سبب الانفعال ايه؟ طب خلينا، هي جايه من ضغط عصبي، اشاره مرور في ساعه في المواصلات مع ضغط الشغل، ما لحقتش تطبخ وعاوزين منها وعي. طلبات. احنا محتاجين شويه وعي، لو حصل وعي. طب هي عاوزه اجابه، يعني تنفعل على ابنها؟ طب ما تنفعلش ازاي؟ تمسك نفسها ازاي؟ ما تنفعلش طبعا. خلي بالك، طبعًا. في ولاد عفاريت. ايوه طبعا، في ولاد صعبين. ايوه ما نفعلش طبعا، ما نفعلش. بس قبل ما اقول لها ما تنفعليش، انا لازم برضو اوعيها بنفسها. يعني احنا لازم يبقى عندنا وعي للامهات. ما انا بقول لك هو الحكايه كلها جوه البيت، الاسره هي المسؤوله. انا ازاي ابقى بشتغل؟ اما انا بقول لك الضغوط برضو على الامهات دلوقتي غير ضغوط زمان. زمان دلوقتي الام اللي بتشتغل مطلوب منها تراضي جميع الاطراف. لازم ولادها تبقى بتضحك في وشهم، التزاماتها لازم عليها، بتروح شغلها، بتركب مواصلات. الام دايما شايله. شايله، الام بس المصريه. بس سؤال، هي هنا شغاله وتعبانه وقرفانه وجوزها عايز وولادها عايزين والحكايه، وحتى ما بتلحقش تنام. اما انا بقول لك بقى لازم، ده في الاخر كمان مطالبه ان هي تبقى يعني زوجه. الحاجات دي لازم لنا وعي ليها كويس قوي، لان الريتم عالي جدا والحركه. خلي بال حضرتك الوعي، الناس بطبيعتهم في مصر مع الضغوط دي هي ما عندهاش استطاعه حتى تقعد 5 دقائق تسمع حاجه، هي عايزه الريتم السريع اللي ماشي دلوقتي. مفيش حلول سريعه كده عندكم انتوا بتوع الطب النفسي ده؟ طبعا في حلول. طيب واقول لك يعني ان لازم الام تبقى واعيه بنفسها. لازم احنا كلنا لازم دلوقتي احنا بنتجه الى ان لازم الام تستبصر بنفسها وتبقى واعيه بنفسها. دي الصحه النفسيه. ان انا ابقى واعيه بنفسي، متقدره، حاسه ان انا كل، يعني اقول لك ايه، كل الامهات عليها عبء دلوقتي زياده انها تبقى فاهمه. كل الامهات عليها عبء دلوقتي انها تبقى فاهمه. الو، معانا اتصال. الو، السلام عليكم. الاستاذه نورهان، اتفضلي. حضرتك ممكن اكلم الدكتوره مروه؟ مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اتفضلي. حضرتك بتقول لنا لازم نحب بعض ولازم نخاف على بعض ولازم 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 ولازم. طب ليه الاخرين ما بيخافوش علينا وما بيخافوش علينا؟ يعني بمعنى يعني بقى نفس مشكله. انا دلوقتي انا لينا ظابط هنا في دمياط اخذ زوجي وعمل له مخدرات وعمل له اسلحه ظلم، وهو يا عيني ما بيقدوش اي حاجه ولا بيعمل كلام من دول. متشكرين يا نورهان. نورهان ذكيه شويه، خدتنا في حته الحب وده حقها ان احنا نخاف على بعضينا، وقالت لنا مشكلتها. طبعا يا استاذه نورهان، المجتمع بتاعنا مليان كل حاجه ليها شواذ، بتحدث امور، ربما يكون جوزك مظلوم، ربما يكون مش مظلوم. في نقطه مهمه جدا حضرتك، يقول لك انتوا عشان اغنياء هتدوسوا علينا ولا ايه؟ هو انت يا عم انت وانت ولاد الناس، يعني احنا الفقراء، يعني ملناش، احنا لينا ربنا يا عم. هو ده اللي ماشي. الفروق ما بين الطبقات دي يا فندم مش عامله عنف عندنا؟ طبعا عامله عنف، بس احنا متصدر لنا الفكره دي علشان الفقير ده وصل له صوره عني ان انا مش برحمه. احنا كمان عندنا نظريه كده بنطبقها، التعميم. ايه بقى؟ يعني انت وانت طالع لو رميت السلام على حارس العماره وضحكت في وشه هيقول لك كل المستشارين ناس محترمه. انت لو اتقابلت في عياده دكتور كويس واتقابلت في مستشفى كويس هيقول لك كل الدكاتره كويسين. كل الدكاتره كويسين وكل المستشارين كويسين. في تليفون. الو، معلش. الحلقه فيها تفاعل الحمد لله. الو. الو، السلام عليكم. استاذه منى، اتفضلي. عليك يا فندم، كل سنه طيبين. العون. طيب يا فندم، لو سمحت يا فندم، انا عندي ابن عنده 5 سنين ونص. يبقى انت كده كلامك موجه للدكتوره مروه. ايوه يا فندم. ايوه يا دكتور، لو سمحت، هو كل ما اجيب له لعبه يكسرها، ولو شاف اي حاجه يكسرها،
وهو لسه ما كملش 6 سنين وفجأة لقيته بيولع سجاير ومش عارفة أعمل إيه لأن أنا منفصلة. وبضربه جامد على فكرة، بضربه جامد جدا. الإجابة عند حضرتك. هي الموضوع ده يعني واضح إن هو بيتعرض لعنف شديد فبينقله. هو خلي بال حضرتك في فقدان أسري، في خلل في الأسرة. فقدان أسري والحكايات دي، الكلام ده قضية اجتماعية. بس 6 سنين يبقى عنده عنف يا دكتورة بالكلام ده؟ 6 سنين يبقى عنده عنف. جابه منين ده؟ جابه من معاملة الأم. ما أعتقدش إن هو شاف حد من الممثلين اللي بيطلعوا. لا شاف أمه. أمه. شاف أمه، شاف أبوه، شاف الخلافات بين أمه وأبوه. شاف طبعا يعني هو بيخرج السلوك اللي هو شايفه ده عن طريق لعبته. طب نقدر نحللهم الأزمة دي ازاي؟ طبعا في دلوقتي استشاريين سلوك أطفال لازم تتوجه. احنا الانترنت بنستخدمه علشان نشير الحاجات الوحشة ونتفرج، هي ممكن بتدوس زرار كده تقدر تشوف السلوك ده صادر من ايه، طبيعة المرحلة في الطفل في السن ده محتاج ايه. ارجع واقول لك، والدتي ووالدتك وستي وستك ما كانوش بيروحوا للطبيب النفسي علشان ما انا عايز علاج من داخل الأسرة، من غير ما انا اسف انت تنور الدنيا والاطباء النفسيين والناس النفسيين كلهم، بس انا عايز الناس العادية اللي ما عندهاش القدرة يروحوا للأخصائي النفسي يحلوا مشاكلهم في البيت بسهولة. بص الحكاية دي لازم يبقى فيه وعي، مفيش حاجة اسمها، لازم يبقى الأم عندها وعي، لازم في المؤسسات العادية جدا قبل ما الزوج والزوجة يتجوزوا يبقوا عارفين حقوقهم وواجباتهم، يبقى في استشاري أسري قبل ما الزوج والزوجة يتجوزوا يبقوا عارفين ايه مسؤولياتهم. معانا اتصال، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت في حاجة أنا عاوز أقولها، ودي منتشرة جدا في المدارس والنوادي. اتفضل يا فندم. لما حد يتخانق ويجيب ناس ولحد ويضربوه ويحصل مشكلة كبيرة من حاجة صغيرة جدا، ودي منتشرة كتير جدا. كلامك منضبط. ودي بتحصل أكتر ما بين الشباب ما بين 10 سنين لفوق. طب أنت حضرتك شايف نواجه المشكلة دي إزاي؟ انا شايف ان احنا نحل المشكله ويبقى في اخصائيين نفسيين زي الدكتوره مروه كده. ايوه. ويبقى في يعني حلول احسن منها نتخانق وكده. طب هي الدكتوره مروه هتروح للناس اللي بيتخانقوا كلهم؟ احنا عايزين احنا فين؟ احنا المصريين فين؟ لازم يحوشوا بدل ما هم بيتخانقوا. احنا محتاجين يا دكتوره الناس بتوع زمان الكبار ده اللي يقول لك الراجل ده بيحل، محتاجين الناس الخبره دول. فين يا فندم؟ راحوا فين؟ طب استنى اقول لك بقى، علشان انا عايزه اتكلم في موضوع. الموضوع ده خطير على فكره. موضوع خطير. هقول لك، احنا دلوقتي عندنا قانون. القانون في مصر لازم يتفعل بشكل ايجابي جدا مواكب للاحداث اللي بتحصل. كمان القانون عندنا رد فعل. يعني ايه رد فعل؟ يعني بعد ما حدوث الجريمه بنبتدي بقى نتابع ده حصل له ايه، خد ايه. لكن احنا محتاجين نفعل القانون يبقى فعل مش رد فعل، يعني نمنع القانون. يا دكتوره فين قانون الرحمه بتاع زمان وقانون الرأفه وقانون التفاهم، والكبير يطبطب على الصغير والصغير يقدر الكبير؟ في قانون الاجتماع وقانون البشر زي ما انت بتقول والرحمه، ده حاجه يعني انا مسؤوله عنها وانت مسؤول عنها، واللي هم الخناقه اللي ملمومه دي كل واحد ليه بيت وليه اسره طالع منها. انا عايزه اجيبك في حته ان الاسره مسؤوله تماما عن تكوين الشخص اللي نازل يتخانق. انا ازاي اعمل لابني متانه نفسيه ما يتسقش زي ما بيقولك هو بيتلموا كلهم؟ لا دلوقتي بيقعدون في البيت يقول لك ابني في البيت مش هنزله. لا مش هخليه يختلط بحد. لا لازم انزل ابني واخليه يحتك بالناس. هيكتسب سلوكيات غير 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 مهذبه. انا بنياه ازاي؟ انا شايفاه نفسه ازاي؟ حضرتك ما هو هيقضي وقت، هيقضي وقت مع الناس في الشارع، هيكتسب صفات مش كويسه. هو بيبقى لازم يبقى عارف ان الصفات دي مش كويسه. على الاقل ما ينسقش وراء اللي رايح يتخانق. انت حضرتك عايز تقولي الاهتمام بالاطفال بكل ما حولهم.
بتتفرج على ايه؟ لا لا لا، صحيح حضرتك قلت لي قبل الهوا نقطه مهمه جدا، بتقولي لي احنا لو رجعنا لعادات زمان بتاعه الطبليه هتكسر نص العنف. بص الكلام ده ازاي حضرتك؟ بص هو احنا دلوقتي بنهتم قوي بنوع الاكل والجانك فود والاكل ازاي يتقدم للولاد وشكله ايه ونعمل لهم حاجات تفرحهم. اللمه بقى، اللمه على الاكل يعني، بلاش التيكاواي. لا التيكاواي ومعلقتي وطبقي، ده هو دلوقتي ده الناس بيقول لك ايه؟ لا ده انا ليا معلقتي والمج بتاعي والطبق بتاعي ومحدش يقرب منه. انت حطيت ايدك في الطبق بتاعي؟ لا مش هاكل منه. إيه مش ده بيعمل عنف؟ طبعا يعني انا هقول لك ايه، مش بيعمل عنف. ان كل واحد يبقى له حاجته دي مش حاجه غلط. المهم ان انا بتكلم عن كل ناس واجهت وقالت ان التيك اواي ده في مواد حافظه، في كربوهيدرات، في كلام ده. محدش قال ان التيك اواي ده ممكن يتاكل على المكتب، ممكن يتاكل من غير لمه. المقصود منه ان احنا طبق الاكل اللي بيتحط في البيت اللي احنا كلنا بنقعد وناكله ونتكلم. التيك اواي طبعا ده انا بقدم لابني اهتمام، حب، رعايه. يعني لما ناكل في طبق واحد زي زمان ونتلم ونتكلم ونتناقش طبعا انا هطلع ابني شبعان. ده موجود عندكم في الطب النفسي؟ طبعا. يعني سيدنا النبي كان طبيب نفساني هو من غير؟ اكيد 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 اكيد. الطبق الواحد واللمه والكلام والعيله والنقاش دي رساله انا بوصلها لابني. معانا الاستاذ نورهان تقريبا لها استفسار عند حضرتك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الموضوع جميل جدا قوي النهارده استاذه مروه، يعني ما شاء الله عليها. هو بس انا عندي سؤال بسيط. دلوقتي احنا احيانا في ارقى نوادي في مصر بنلاقي مثلا ولد بيتهجم على ولد وبنلاقي مامته بتقف جنبه كده، يبقى مين يبقى دلوقتي ده دور مين في ان هي تطلع عيل بلطجي مثلا في بدايه او في مدرسه مثلا؟ بتلاقي مثلا الولد غلطان وبيبقى بلطجي صغير، الولد ده بقى لما يطلع يبقى عامل ازاي؟ ومين بقى اللي ساعده؟ واحنا لما نيجي نمنع ولادنا يتعاملوا نمنعهم ازاي؟ استاذه نورهان تفضلت مشكوره بتتكلم في جزئيه لسه احنا كنا بنتكلم فيها. والدته واقفه جنبه، خد حقك ما تسيبش حقك. انت لو سبت حقك يبقى انت مش ابني. وتعلموا العنف والبلطجه. انا عن نفسي كراجل صعيدي، وعلى فكره الدكتوره برضه صعيديه بني محمد، عشان تعرفوا ان الصعايده برضه بيطلعوا نماذج مشرفه يعني، ومصر كلها نماذج مشرفه. الجزئيه دي خطيره. كل واحد دايما بيحوط على ابنه ومش عاوزه ينكسر فبيعلمه العنف بزياده. رد حضرتك ايه على الاستاذ نورهان؟ احنا في مشكله كبيره، مشكله الام المسانده للغلط، او دي يعني نموذج مصغر. يعني في ناس كتير قوي بتساند الغلط وهي فاهمه ان هي كده انتصرت. بالعكس، هيطلع من الحكايه دي هيدخل في حاجه اكبر. انت بتصدر لابنك ان السلوك العنيف ده هتاخد حقه، مش حقيقي. لازم هي تبقى مستبصره ان ابنها هيوقع عليه العنف تاني. هي اصلها دايره، دواير في بعضها كده هتلاقيه برضو وقع عليه العنف بحد اقوى منه. فانا مش لازم اساند الغلط واساند، لازم اقعد معاه وافهم هو عمل كده ليه. الام ليها دور رئيسي، والاب طبعا. الاسره ليها دور رئيسي جامد جدا واساسي في تكوين الطفل العنيف ومساندته. زي ما قالت الاستاذه نورهان، ان انا تشجيع لي ده من اسباب العنف الفظيعه. انا بشجع ابني، انا في ظهرك، اضرب اللي يضربك، اعمل الغلط وانا معاك. فبيصعد العنف طبعا في المجتمع طبعا. طب ونوعيه الاكل بقى، نوعيه الاكل ليها تاثير في العنف؟ طبعا. هو يعني الاكل والسكريات والجانك فود والحاجات دي كلها بتزود النشاط والقدره والعنف والهايبره يعني زي ما بنقول. بس برضو انا بتناول حكايه طبق الاكل ده مش نوعه، مش نوعه، وان ده زايد سكر وده زايد ملح وده فيه مواد حافظه كتير. طريقه تقديم الاكل والرساله اللي بوصلها لابني ان انا مهتمه بيك وعايزه اقعد معاك واتكلم معاك وبطلع لك طبق اكل فيه حب واهتمام ورعايه. الحاجات دي بتطلع ابننا شبعان حب.
مش بي... اصل اللي بي... اللي بيعمل سلوك عنيف ده بيبقى عنده نقص احتياج. من معنا اتصال مع يعني الحلقه الحمد لله، فالناس محتاجه مننا برضه نتواصل معاهم. استاذه مها اتفضلي. الو اتفضلي. في مشكله بتواجه كل المدارس، ان في بنات او عامه الاصدقاء بيسيب مع بعض في الفصل وكده، بيجمعوا كلهم في وقت واحد، وبيبقى في واحده منهم او اثنين منهم بيسيبوهم، يعني ما بيتعاملوش معاهم. يعني انا عندي كده يعني في المدرسه. شكرين. انا مبسوطه قوي ان دي طفله. انا كنت لسه اقول لها دي مش استاذه، انت طلعت الكنيسه الكتكوته طفله. رد عليها حضرتك بقى عشان احنا الحمد لله انا كده فرحان ان الاطفال بيتفرجوا علينا كمان اهو. ده نوع من انواع العنف. العنف ان احنا ظاهره التنمر. انا مربي في ابني ان انا اتنمر. ده طفل ناقصه حاجه كبيره جدا. اللي بيتنمر على حد ده طفل عنده احتياج وعنده عايز يتشاف بطريقه مختلفه. عايزه تشاف بحاجه مختلفه، ان انا بتنمر على صاحبتي. يا ريتني كمان ما بكلمهاش، لا ده انا بخلي الناس واصحابها ما يكلموهاش. وده عنف، نوع من انواع العنف اللي بيربي جوه اولادنا. يعني حاجه يعني سلوك وحش قوي قوي ما بيتواجهش من الام. يعني انت ممكن تكلم الام هتقولك لا ما حصلش، لا انا بنتي ما عملتش كده وتساندها. لكن لازم يبقى ليها مرجعيه، ليها سبب. ظاهره التنمر ده عنف. عنف طبعا. ده سيدنا النبي برضو كان بيواجه التنمر ده، بس ما كانش اسمه التنمر بقى على ايام سيدنا النبي. لما قالوا له ايه، لما بيقولوا مثلا لسيدنا بلال مؤذن سيدنا النبي يقول له ايه، يقول له يا ابن مثلا، يعني تهريج يعني، يا ابن السوداء. ويجي بعدها سيدنا النبي يقول لهم ايه، لقد سمعت، يقول لهم انا سمعت خشخشة نعال بلال في الجنة. يعني بلال سبقكم في الجنة. شوف بيعالجوا ازاي، بيعالج التنمر والعنف. التنمر ده عنف يعني نفسي شديد جدا. بيهز البني ادم، بيهز البني ادم صورته عن نفسه. معانا اتصال. اتفضل. الو الو الو. ايوه لو سمحت انا كنت عايزه اسال دكتوره مروه. اتفضل. عن ان ممكن يكون سبب انتشار العنف ده الافلام والميديا والحاجات دي كلها، خلت الناس تستسهل العنف عن ان هم يحاولوا يتماسكوا نفسهم، لان الموضوع بقى سهل في الافلام والمسلسلات. صحيح صحيح، كلامك جميل. اتفضلي. الإعلام والميديا مؤثرين على أطفالنا. ده أكيد. والإعلام والميديا اعتدنا مظاهر العنف، اعتدنا نشوف شكل أدوات العنف، اعتدنا العنف اللفظي، اعتدنا إن إحنا نشوف أبطال وفي داخلين في بيوتنا. إن ده نموذج الناجح. وده مش النموذج الناجح. لازم ندخل نموذج ناجح تاني. الولاد يشوفوه، الشباب يشوفوه ان هو ناجح، مش بالطريقه العنيفه اللي احنا بنواجهها دلوقتي. عارف حضرتك اللي هي الظواهر، اللي هو يجي في اخر الفيلم او اخر التمثيليه يلاقي ايه، البطل بينتقم وبياخد حقه وبيكسر الدنيا وبيقتحم مش عارف ايه وقتل مين اعتدناها. اعتدناها، بقت حاجه بنشوفها على طول. فده طبعا زود العنف في المجتمع. انا لما اشوف المنظر ده طول الوقت واروح وانا مشاركه الحقيقه. طب نواجهه يعني ازاي؟ انا ما شاركش، ما اتفرجش، ما اتفرجش، ما شاركش، ما شيرش. ده خلي بال حضرتك، ده الفرجه جايه لغايه السرير، لغايه وانا قاعد. انت كده رد فعل. احنا لازم نبقى فعل. نقدر نواجه ونبقى عارفين ان احنا قادرين ان احنا نواجه. الموبايلات عن الاولاد مثلا؟ لا طبعا. طب هنعمل ايه طيب؟ لا طبعا، انا لما اعرفه وادخله نموذج كويس يتفرج عليه، وحاجه تبقى موجوده مواجهه لده، ويبقى عارف ان ده وحش. عمره ما هيتفرج. قبل هو هيرفضها. قبل الحلقه اتصل بيا صديق ليا اخصائي اجتماعي اسمه الاستاذ كرم، نبهني لجزئيه خطيره جدا. قال لي زمان واحنا في المدارس كان في حاجه اسمها السلوكيه، مادة السلوكية دي حضرتك أصبحت بتبقى على الورق كده، يروح ضارب الإيه؟ ضاربين الكاتبين مثلا إيه 10 من 10 15 من 10 وخلاص، لكن المادة نفسها ما بتفعلش في المدارس. ده معناه إيه؟
ده معناه ان احنا محتاجينه اكتر دلوقتي. هل دي ليها علاقه بالطب النفسي او الحاله النفسيه السلوكيه دي؟ لو فعلت في المدارس وفتحنا باب ان يبقى في حصه نفسيه، نشوف الناس، نشوف اطباعهم، الاطفال بيعاملين ايه مع بعض، ونعمل لهم حلقات زي المدارس اليابانيه بره اطار التعليم والاكاديميات والنظريات والمعادلات. هي مش هتبقى حصه. احنا بيبقى لازم يبقى في كل مدرسه اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي، ده ليه دور، لازم يتفعل دور. هو موجود ده مالوش دور دلوقتي؟ لا ليه دور، ليه دور؟ لازم يبقى له دور. بيعرف سلوك الطفل العنيف في المدرسه سببه ايه، هيعرفه ازاي من غير حصص؟ ما بيظهر السلوكية حصه مش موجوده. لا بتظهر، لا مش سلوكيه، انا عارف ان انا العدد ده في الفصل عندي كام واحد، ما احنا ده تفاعل. ففي ولد بيضرب ولد على طول. في ولد لازم نعرف، في ولد احنا بيبقى احنا اسهل حاجه نروح رافضينه من المدرسه، هو ده اللي بنعمله، لكن نعالجه ما بنعالجش، ما نتفاهم مع اهل اسرته ونشوف محتاج ايه، نقصه ايه، مفيش. بالظبط، لازم يبقى فيه وعي للمشرفه الاجتماعيه، للاخصائيه الاجتماعيه. معانا اتصال. الو استاذ احمد. ايوه الو. انا مثلا لما ببقى في النادي في مثلا عيال، معانا الطفل احمد. ايوه اتفضل. لما ببقى في النادي لما بيبقى في عيال بيضربوني، يرخموا عليا، يتنمروا عليا. يتنمروا عليك ليه؟ ويتنمروا عليك ليه يا احمد؟ انت ناقصك ايه يا احمد؟ ما انت زي الفل وبتكلمنا اهو. وانا بلعب كورة. يعني انت لعيب كورة كمان؟ اه. طب امال ايه هيتنمروا عليك؟ يبقى زعلانين ان انت حريف. مامته بتزعلي. بتحدث مشاكل ما بينك وبين الاطفال يعني؟ الو الو، احنا معاك سامعينك. كده اخويا. اخوك كمان؟ الو. ماشي، اهلا وسهلا. حضرتك انا اخويا يعني؟ اهلا وسهلا. حاجه مهمه؟ اتفضل. انتوا الشباب اللي جاي على فكره، انا فرحان ان انتوا معايا على الهوا. ايوه حضرتك، في المدارس واحد اتفخشر بنفسه ويقول انا تعرفش انا ابني مين، انا ابني ضابط، انا ابني ممثل، انا ممكن دلوقتي اضربك، وبضربه جاي يضربني، بروح اشتكي من المدرسه مش بتعمل حاجه. يعني انت ضربته؟ انت ضربته يعني ولا ما ضربتوش؟ وانا ينفع لو ضربته اخد دراك ده؟ انا بتقول لي انت كده، انا حق ضاع، انت ليه ضربته؟ انت جميل وانا فرحان بيكوا والله، وده طالما اتصلتوا وتواصلتوا معانا يبقى انتوا بتبحثوا عن الحلول. سمعت الاطفال الجميله دي؟ اه والله. مش فرحانه زي؟ اه طبعا. ده والله احنا ما انا ما في انا على فكره اتصالاتي كلها البرنامج هنا الحمد لله واضح. حضرتك بقى تقولي ايه الاطفال الجميله دي اللي طالعين دول يعني، ونفسهم كده يبقوا في حريه، في نوع من انواع الانضباط، ما حدش يكسر لهم نفسهم، ما حدش يتنمر عليهم. رشدتك ايه للاطفال دول؟ هو صورتك عن ذاتك، ان انت شايف نفسك يتنمر، ان انت واثق في نفسك، مش هتستقبل التنمر. ما بيقول له انا ابويا ظابط. بيقول له ابويا ظابط. الحته بتاعت دي احنا اللي مربيها في ولادنا. ما هو لو شاف الظابط قال له لا، باباه او امه، اي مهنه او اي مستوى اجتماعي او انا فيه، لو علمه إن انت مش ابن كذا، انت كذا. أيوة. انت بيدور على نفسه. ما يقولوش انت ابوك ظابط اعمل اللي انت عايزه. لا طبعا. ما يقولوش انت ابوك لا طبعا مسؤول اعمل اللي انت عايزه. لا طبعا. دي بقى مسؤوليه الاسره، احنا بنرجع ونلف ان دي الاسره والام والاب اللي وصلوا للولد ده، هو طفل. اصل على فكره هو ده طفل. قال جزئيه خطيره، انت مش عارف انا ابن مين. اصل ده طفل. الطفل اللي قال انت مش عارف ان انا ابن مين، ده طفل، هو بيردد، هو مش عارف، هو وصلت له رساله ان انت اعمل اللي انت عايزه. ممكن تبقى متقالتلهوش بطريقه الكلام، بس تفوت له حاجات كتير، غلط وحد كبير قال ده ابن كذا سيبوه. نرجع بقى للرحمه. نرجع للتربيه. نرجع للتربيه. تربيه برحمه. تربيه برحمه، يعني التربيه ان انا اربي ابني على ان انت ايه؟ انت ايه؟
من جواك انت ايه؟ انت شايف انا ابني هبقى قوي جدا. دايما دايما انا بقول لابني، انا مثلا يعني اقول له شفني انا بجتهد ازاي، بعمل ايه، بخليه يحس بكياني عشان يحافظ على الكيان اللي انا بنيته. هي المقارنات دي بتدمر. احنا يعني ده المقارنات دي غلط. المقارنات دي يعني احنا طول الوقت بنربي ولادنا على انا 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 في الجيل ده غير الجيل ده غير الجيل ده، هم مظلومين. الو استاذه رحاب. ايوه اتفضلي. الو اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا ابني في المدرسه هو ما بيضربش حد. تمام. فهم الولاد يعني ايه لما حد يضربه كده فهو بيخاف يعني ما عرفش يضرب. فكل ما اروح اشتكي والكلام ده مفيش فايده، فمش عارفين يعني نعمل ايه في العيال اللي اهلها اساسا بتوع مشاكل. يعني لما تكون المدرسه لمه مدرسه الحكومه لمه من هنا ومن هنا ومن هنا، فاحنا مش عارفين. لا هو العنف مش العنف برضه عشان ابقى واضحين في كلام حضرتك، العنف لا يكون في مدارس الحكومه بس، لا في المدارس كلها، مدارس الحكومه وغير الحكومه. الحكومه دي طلعت عباقره، مش شرط يعني يبقى مدارس الحكومه بس. انا عارف ان حضرتك بتقولي عاوزين شويه اهتمام زياده في مدارس الحكومه. ابنها ما بيعرفش يضرب حد، وراجل مؤدب وطيبه. ما دي مشكله تانية خالص. طب اتصال تاني معلش. الو انا قطعت كلامك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انت عايز اوصل للبرنامج مع حضرتك؟ اتفضل انت على الهوا. وحضرتك ظاهره التنمر ديت مش يعني مش في الاطفال بس، ده في الكبار برضه، يعني احنا بنوصل للناس الكبيره برضه. كلامك منضبط، احنا فعلا بنتكلم عن العنف بكل كياناته وكل سنه، مش محددين احنا. انا معاك فعلا كلامك صح. طب نواجهه ازاي؟ اتصال فقدنا الاتصال. حضرتك يعني ادينا الروشته كده للطيوبه وما بيضربش حد. الواضح دلوقتي الاكثر في العنف وفي الظاهره اللي كل الناس اللي بتتكلم عليها في الاطفال في المدارس، ودي اللي ظاهره والناس عندها مشاكل اكتر ودول المهتمين اكتر. ابني اللي ما بيضربش وبيخاف ده عنده مشكله. زي الابن العدواني بالظبط. انا لازم اطلع ابني فاهم ازاي يصد العنف وازاي ما يخافش، يعني ده عنده مشكله برضو. تخويف، ما عندوش صورته لنفسه ان هو انت مش شجاع، انت مش هتعرف، انت مش هتقدر. مش عارفه بالظبط هي جايه له في انهي حته، بس الواضح ان احنا ما بين حد عنيف وحد بيقع عليه العنف. طب انا عايز روشته في دقيقه عشان ابتدي اختم، لان المخرج بيقول لي الوقت بتاعنا جري والتفاعلات كانت الحمد لله جميل. انا عايز روشته بسيطه كده من حضرتك نفيد بها مصر وغير مصر واي حد. عايزين نلم الدنيا شويه، ما بيبقاش في عنف شويه، عايزين نقصقص العنف ده. روشته في دقيقه بعد اذنك. بص حضرتك. مبدئيا يعني واحد الاسره عليها عامل كبير جدا. طلع ابنك فاهم نفسه، يقدر يواجه العنف ده لما يكون هو واثق من نفسه جدا، محدش يقدر يتنمر يعني عليه. يعني نرجع نقول له اضرب الناس تاني ولا ايه؟ واثق من نفسه. واثق من نفسه يعني انا لو انا واثقه من نفسي محدش هيتنمر عليا، انا ما فينيش الصفه اللي انت بتقول عليها. الثقه بالنفس. الثقه بالنفس. اتنين شوف مميزات ابنك، مميزاته ايه، عيوبه ايه. ما اقعدش الوم فيه يعني، ما نلومش، ما نلومهوش. نسمع الام، تسمع ابنها. مش طول الوقت حتى لو هو مش هو متعرض. في امهات ابنها متعرض للعنف وتقول له انت السبب. عندنا نماذج كتير قوي. الاخطاء عندنا في الاسره. يعني هي ولا مش هتكفي ساعه ومش هنقدر نتكلم في الحكايه دي. طيب ثلاثه. ثلاثه القانون ما يبقاش رد فعل للحكايه، لازم القانون يبقى فعل. يعني نمنع القانون رحمه. القانون بتاعنا قانون الدوله ان لازم يبقى مش رد فعل، موجود. لازم يبقى فيه فعل نمنع وجود الاسلحه اللي بتستخدم. كمان غير كده احنا بنشوف الجرائم الجامده قوي كلها اللي هي. انا متشكر ونورتيني لان الموضوع كان جميل. وقتنا فرحنا بمصر وفرحنا بالدكتوره، قالت لنا حاجات جديده. هناكل على الطبليه وهنرجع تاني نلم الاسره، وبلاش شوكتي ومعلقتي وطبقي، اوعى تقول لي انا مش هسيب حقي. لا انت لو سبته هتبقى رحيم. عايز الناس الكبار يمشوا في الشارع زي سيدنا النبي يسلموا على الاطفال،
ويطبطبوا عليهم، هو ده اللي هيمنع العنف. قانونك مش القانون اللي موجود في الدستور ولا في الـ في الـ في الاعراف ولا اللي موجود في اللوائح. قانونك هو انت، انت قانون نفسك، انت اللي هتلم الناس حواليك، انت اللي هتحبب الناس فيك، انت اللي هتحبب الاطفال فيك، انت اللي هتحبب والدك ووالدتك فيك، انت اللي هتلم الدنيا حواليك. متشكر، وكنت معاكم في ضد الفوضى. متشكرين يا دكتورة، نورتينا. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى وشوشة ضد الفوضى.